تنصر ولا تشفي حرية يتام ولا مرهى بتطفي نار ولا تجني غير الندامة ولا أسوأ بترد طار ولا تشفي حرية يتام ولا مرهى بتطفي نار ولا تجني غير الندامة. نسبح ورا أوهمنا يا دنيا غرقا ولا مركب تنجينا ترحل شموس وتعد شموس تانية احنا ما كنا لا روحنا ولا جينا قبل نسيب الوقت يسرقنا شبابنا يضيع من ايدينا وامتى نرسى في بر السلام ولا اسوأ بترد طار ولا تشفي حرية يتام ولا نارها بتطفي نار ولا تبكي الندامة. ولا شفنا راحة يا ليل في أيامنا خلي الجراح فينا فينا اللي يكفينا خلينا نفرح يوم بأحلامنا كي الفرح بالشمس في نار ولا تبني الندامة. شوف يا ممتاز، دي آخر كلمة هقولها لك، بعد كده أنا مش ناوي أفتح باب المناقشة في الموضوع ده. ارضي باللي حصل، هترضي باللي حصل هتلاقي كل شيء سهل وهنعيش كلنا في سلام. لكن لو مش هترضي تأكدي ان اكتر واحدة هتتعب هي انتي. انا راضية باللي حصل يا باشا، وحاردة كمان باللي هيحصل، بس عايزاك انت بقى تستحمل وتمسك اعصابك. اجيب لك تتعشى؟ مش عايز اتعشى يا شلبيه. يا لهوي، ليه مش عاوز تتعشى؟ ليه؟ هو في حاجه مزعلاك يا ستي؟ مفيش حاجه مزعلاني ولا حاجه، لكن مش جعان، مش عاوز اتعشى عشان مش جعان. شلبيه اعملي معروف انا مش فاضيلك. قومي 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 يلا وسيبيني لوحدي. قومي. ما اقدرش اسيبك تهري وتنقد في روحك كده. مش عاوز تتعشى مش مشكل، انما لازم تضحك. اضحك؟ اضحك ليه؟ شايفه ايه حوالينا بيضحك عشان اضحك؟ سيس الدين، سيب الشغل وانت بالك حيرتاح. اسمع كلام شلبيه. سيب الشغل؟ سيب الشغل ليه؟
ما انت هتبقى طول النهار وشك في وش صفية والباشا، وهترجع منكد وما انتش طايق روحك، ولا هتاكل ولا هتضحك. لحسن بعد الشر بعدين يجيلك مرض. سيب الشغل، سيب الشغل يا صديق، وانت بالك هيرتاح. انا عمري ما هرتاح ولا يهدالي بال الا لما يطلقها يا شلبيه. ايوه يطلقها وتتجوزها انت، مش كده؟ احلم يا اخويا احلم. مين اللي قالك انها لما هتطلق انا هرضى اتجوزها يا شلبيه؟ انا نفسي بس انها تطلق عشان اشوفها واتشفى فيها، وتاني يوم ما هتطلق هتجوز اي واحده في الدنيا الا هي. ومش بس كده، لا، هطفش اي واحد يفكر انه هو يتجوزها بس هي تطلق. ما تقلقيش يا دادا، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. انا قلت اللي عندي يا ست هانم، ده لعب بالنار. وانا بحب العب بالنار يا دادا. وفرضي الكلام ده وصل لصفيه ونقلته للباشا، وهيعمل ايه يعني الباشا؟ انت مش عارفه دماغ سعاده الباشا ده، مش هيرتاح ولا يهداله بال الا لما يعرف مين اللي طلع الاشاعه دي، وساعتها الحبل هيتلف على رقبتي انا. ما تخافيش يا دادا، انت في حمايه، في حمايه ممتاز هانم، ما حدش هيقدر يمس منك شعره ولا حتى ادهم باشا شخصيا. كل اللي عليك لو سالك تنكري وسيبي الباقي عليا. المهم ان العزبه كلها تعرف الاشاعه ديت وتوصل لحد صفيه هانم. الله 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 الله، ايه ده كله ده؟ صفيه يا بنتي تعبتي نفسك قوي، شايفه انفيسه جايبه ايه يا بنتي؟ هو انت كنت طالعه فسحه شهر العسل ولا رايحه تشتري لنا الهدايا دي كلها؟ انا لو عليا عايزه احط الدنيا كلها في الشنطه دي واجيبها لكم، مش كتير عليكم. ربنا يهدي سرك يا بنتي ويبعد عنك ولاد الحرام. بقول لك ايه يا صفيه يا بنتي، اوعي اوعي العقربه اللي اسمها ممتاز دي تسمم حياتك، اوعي اوعي تخليها تقرب منك، فاهمه يا بنتي؟ ما تخافش عليا يا بابا، انا اعرف عامل ممتاز هانم كويس جدا، بس المهم هي ما تضايقكمش ابدا، لو حصل اي حاجه قولولي على طول. يا بنتي يعني هنخرب عليكي؟ ما هي لازم هتحاول تضايقنا. ده انتوا يا ماما كرامتكوا عندي اهم من حياتي. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا يا بنتي. ادخل. مساء الخير. مساء الخير يا ممتاز هاني، اتفضل. ميرسي يا صفيه هاني. والدي، والدتي. معقوله؟ اهلا وسهلا. اهلا بك يا بنتي. على الله تكونوا مبسوطين من القعده هنا في القصر معنا. عامر بحسكوا دايما. صفيه هانم، كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع. تحت امرك يا ممتاز هانم. افضل نكون لوحدنا. طب قولي، انا هنزل انا وامك نتعشى، عشان اصلا انا عاوز اصحى بدري عشان حلو الحوض الشرقي. يلا يلا نفيس. ايه ده؟ معقوله مش هتتعشوا معانا تحت على السفره؟ لا طبعا هيتعشوا معانا على سفره واحده يا ممتاز هاني. انا شايفه تسيبيهم براحتهم، يمكن مش بيرتاحوا على قعده السفره وما يعرفوش ياكلوا عليها. ابويا وامي بيرتاحوا في الحته اللي انا بكون فيها. اسبقوني يا بابا، انا هحصلكوا حالا. صفيه هروح اتعشى انا وامك في اوضتنا عشان خاطري يا بابا. طيب طيب يا صفيه، هنستناكي تحت. يلا يلا نفيس. يلا. افندم يا ممتاز هاني. ابدا، انا كنت عايزه احط النقط على الحروف للعلاقه اللي بينا، وارجو تفهمي كلامي كويس قوي. اعتقد ان انا هفهمه لاني متعلمه، يعني ممكن افهم شويه. شوفي يا صفيه. صفيه، كنتي بتقولي لي صفيه هانم يا ممتاز هانم. ايه صفيه هانم ده قدام الناس بس؟ عشان يمدحوا اخلاقك العاليه.
هو ده شكل العلاقة اللي هتكون بيني وبينك قدام الناس، وخصوصا الباشا. قدامه هنحب بعض موت. قدام الناس طبعا، بس يكون في علمك لازم تعرفي ان هدفي الوحيد ان اخرجك من القصر ده حافية زي ما دخلتي بالظبط، وانا بحذرك اهوت. وانا بشكرك على تحذيرك ده. فعلا اخلاق هوانم فعلا. يعني حضرتك بتعلني عليا حرب سريه حاجه زي كده. انا ما بحبش احارب حد، بس في نفس الوقت بعرف ادافع عن نفسي كويس قوي يا ممتاز هانم. عن اذنك، علشان الباشا مستنيني عشان نتعشى سوا. كلنا انا وانت هناك هنفيسة. لا يا عبد العزيز، صفية عندها حق، لازم ناكل معاهم. ربنا يستر بقى، انا عمري ما شفت ست صفراوية بالشكل ده. مساء الخير. مساء النور يا باشا. ايه ده، امال فين الهانم؟ نازلة حالا، بس ممتاز هانم بتكلمها كلمتين. كلمتين بخصوص ايه؟ الله اعلم يا سعادة الباشا. طيب تفضل تفضل. شكرين. دقيقة واحدة يا صفية هانم، أصل ده مكاني. ولا يهمك يا صفية هانم، اتفضلي أنت هنا. بس المكان ده مكان بابا يا أدهم باشا، حتى علشان فرق السن. يا صفية بنتي، مش مشكلة، أنا أقعد في أي مكان. فعلا مش مشكلة يا عم عبد العزيز، مش مشكلة. بس صفية هانم برضو عندها حق. اتفضل انت هنا يا عم عبد العزيز، اتفضل. شاكرين يا سعادة الباشا. اتفضلي يا ماما، اتفضلي، انا هقعد هنا. انا بعتذر يا جماعة، احسن اكون سببت لكم اي احراج او اي مشكلة. لا مشكلة ولا إحراج ولا حاجة يا ممتاز هاني، حضرتك ضيفة عندنا وإكرام الضيف واجب. أنا مش ضيفة يا صفية هاني، أنا صاحبة بيت زيك بالظبط، ويمكن أكتر شوية. ولا إيه رأيك يا أدهم باشا؟ الحقيقة أنا رأيي إنه تخلونا نتعشى بنفس. مش قبل ما أوضح لممتاز هاني قصدي يا باشا، يعني يا هانم لو انا جيت زياره في مصر في قصر جوزي ادهم باشا، يا ترى هبقى صاحبه بيت ولا هبقى ضيفه؟ بس انا ما عزمتكيش يا صفيه هانم على القصر عندي في مصر. ولا انا عزمتك انك تيجي هنا في قصر العزب. يعني انا شخصيه مش مرغوب فيها. ما تتكلم يا باشا. أنا أعتقد إن المناقشات دي لا مكانها هنا ولا زمانها دلوقتي. لا أرجوك يا باشا، أنا عايزة حضرتك تحسم الموقف دلوقتي. مش وقته يا صفية هانم. طيب يبقى بعد إذنك أنا هاكل مع بابا ومع ماما. بعد إذنك يا ممتاز هانم. هو مش البيت بيتك يا صفية هانم؟ بتستأذني ليه مني؟ علشان أهلي الفلاحين علموني كده، لما يبقى عندي ضيف وحسيبه ياكل لوحده أستأذن منه. يلا يا بابا، يلا. أنا أسفة يا أدهم باشا، أحسن أكون سببت لك أي مشكلة مع عروستك وأهلها. بس حلها سهل. حلها ازاي يعني سهل يا ادهم باشا؟
هتعرفيه في وقته. بس اذا كنت عايزه نصيحتي سافري. واضح ان انت مش قد صفية. اتفرج يا باشا وشوف. واضح ان انا هبتدي استمتع بالمعركة النسائية دي. مساء الخير يا صفية هانم. مساء الخير. ممتاز هانم، عرفت ازاي تثير اعصابك. هو انت مش كنت موجود وسمعت وشفت هي تصرفت تصرف سخيف ازاي معايا؟ ممتاز دي انسانة سطحية، اتولدت في عز وعاشت في عز، عشان كده تلاقيها عدوانية ومغرورة. هي فاهمة انها تقدر توصلك لحالة غضب تخليك تعملي معاها مشكلة علشان تسلط عليك لسانها الطويل وتفرج الشغالين في القصر مين فيكم الاقوى. وعشان كده يا صفية انا كل اللي بطلبه منك انك ما تديهاش الفرصة دي. تفتكر يا ادهم انا ممكن اسكت لما اسمع اهانتي بوداني؟ صحيح انا بنت ناس بسطة، لكن كرامتي عندي ادهم اغلى من ثروتك وثروه ممتاز هانم الاتنين مع بعض. انا واثق من ده اكيد، بس انا كل غرضي يا صفية هانم اننا نفوت عليها هدفها الخبيث ده، وعشان ده يحصل لازم تحطي اعصابك في تلاجة. ازاي يا ادهم؟ وبابا وماما عايشين معايا هنا في القصر، وممتاز ممكن تتسبب لنا في مشاكل كتير. انت الاقوى يا صفية هانم، انت الزوجة اللي انا اخترتها علشان تجيب لي الابن اللي انا بحلم بيه، وهي الزوجة اللي انا هربت منها. انت الانسانة الجامعية الجميلة اللي كل الناس بتحبك اول ما تشوفك، وهي الإنسانة المغرورة المتسلطة اللي كل اللي حواليها بيكرهوها ويكرهوا لسانها وعدوانيتها. شفتي ازاي بقى يا صفية هانم ان هي اللي المفروض تعملك حساب مش انتي؟ وايه المطلوب مني يا ادهم؟ المطلوب يا حبيبتي انك تستحمليها الكام يوم اللي هي عايشة فيهم في القصر لغاية ما تمشي. وحتمشي اول ما تعرف انها مش قدك، واول ما تعرف يا حبيبتي انها حتخرج من الحرب دي خسرانة. حرب ايه بقى يا سلطان اللي انت بتتكلم عنها؟ نكشفين بعض يا صديق، وانا عارف انت ناوي على ايه. علي النعمة انت ما انت عارف اي حاجة، والهباب الافيون اللي انت بتتعطاه ده هو اللي مهيئ لك التهيؤات دي كلها. انا ما احبش حد يتدخل في كيفي. عايز تضربني يا سلطان؟ ما تقوم تضربني، قوم خد لك قلمين جاهز تستريح، انا قدامك اهو. ما تستفزنيش يا صديق، انا برضو المعلم سلطان اللي كان ملبسك وملبس اهل البلد كلهم طرح، ولا نسيت؟ انا ما نسيتش. انت اللي نسيت يا معلم سلطان، انت اللي عمال تبعزق في الفلوس شمال ويمين، عايش للفشخرة كدابة وعمال تتجوز وتطلق زي ما تكون بتاكل فئات محلولة. انت فاكر البوليس هتعدي من تحت مناخير وحركاتك دي؟ مش هيسأل نفسه يقول الراجل ده بيجيب الفلوس منين، ومسيره هيقبض عليك، وساعتها هتودينا كلنا وراك واحد واحد لغاية السجن. يا سلام، هو ده بقى يا اخويا اللي مخليك عايز تاخد مكاني؟ هو ده يا اخويا اللي مخليك عايز تكوش على رجالتي وتاخدهم مني؟ مكانك هو فين؟ مكانك ده يا معلم سلطان فين؟ مكانك يا سيد المعلمين؟ ما هو مكانك فاضي يا اخويا، ده انت مختفي بقالك شهر، تأدي شهر العسل مع عروستك الجديده. يا راجل
عايزنا نوقف الشغل عشان حضرتك رايح تتجوز. ده انت حتى رجالتك ما يعرفوش انت فين. انت اللي بتستغل الظروف يا صديق، انت اللي بتستغلها. انا اللي عارف حياتك كويس قوي، عارف الغل اللي جواك واصل لحد فين. لحد فين يا معلم سلطان؟ لحد انك تبيع اي حد، تبيع حتى اقرب الناس ليك، تبيع اي حد عشان توصل لمصلحتك. وانا عارف، عارف انك لحطصون صداقة ولا لقمة عيش وملح كلناها سوا. كفاية كفاية بقى يا سلطان، واسمعني لاخر مرة. شفت انا فاهمك ازاي؟ انت ولا فاهم اي حاجة. انا قلت لك قبل كده اني ناوي اعمل ثروة كبيرة كبيرة قوي، وما فيش قوة في الارض هتخليني ارجع في كلامي. الثروة دي ما يهمنيش تيجي منين ولا ازاي، بيك هعملها ومن غيرك هعملها، لان في دماغي حلم كبير قوي ولازم احققه. عارف الفرق بيني وبينك يا سلطان؟ انا معايا فلوس لكن مش بظهرها، متعمد اظهر قدام الناس فقير دقه عشان يسيبوني في حالي ومحدش ياخد باله مني. انت بقى عمال بتبعزق يمين وشمال، عايش في الفشخره الكدابه، عمال تتجوز وتطلق. اسمع يا سلطان، لاخر مره هسالك سؤال ولازم تجاوبني عليه دلوقتي. لو عاوز تبقى معايا انت وكل رجالتك وتنفذوا كلامي بالحرف الواحد اهلا بيك، مش عاوز يبقى كل واحد يروح في طريقه من دلوقتي، قلت ايه؟ انا معاك يا صديق، معاك، بس من دلوقتي هراقبك كويس قوي، هعد عليك النفس اللي بتتنفسه، هحرص منك قوي لحسن تضيعني باحلامك. اهو كده رجعت سلطان بتاع زمان. زمانك فرحان وقلبك بيرقص يا سلامة، وانا هنا بتقطع من جوه ومش قادرة على النار اللي قايدة في قلبي واللي محدش حاسس بيها. يا ريتني ما كنت وافقت على الجوازة دي من اصله يا سلامة. انا هين عليا موت دلوقتي حالا ولا اشوفك داخل عليا وعروستك متعلقة في ايديك، لكن معلش لازم استحمل، لازم استحمل لحد ما العروسه تجيب اول عيل، وبعدين منيره دي مش هتقعد هنا ولا يوم واحد، وانا هعرف اخليها ازاي تقول حقي برقبتي. مساء الخير يا مرات ابني. اهلا يا حاجه، قمتي يعني من فرشتك وانت تعبانه. ده دي مش لازم اشارك ابني وعروسته فرحته؟ انا كمان يهمني سعاده سلام، بدليل ان انا وافقت على جوازته. اه انت وافقتي صحيح، لكن بقى ربنا وحده هو اللي اعلم بالنوايا واللي شايلاه النفوس. وانت بقى شايفه ايه يا حاجه؟ انا شايفه بقى ان انت ناويه على الشر، وناوية لهم على نية سودة، ومخبية الوش الوحش للوقت المناسب، ها؟ وهتقلبي البيت الهادي ده لجهنم الحمراء، ولو ولعت بقى يا مرات ابني، انت بس اللي هتبقي خسرانة، وهتطلعي من المولد بلا حمص. يبقى الأحسن إيه؟ إن انت تسيسي أمورك وتخلي مركبك تمشي. بس كده يا حماتي، غالي والطلب رخيص، بس برضو زي ما جيتي كده واتكلمتي معايا، يا ريت تروحي توعي عروسة ابنك برضو عشان المركب تمشي. حاضر، اهم جم اهم، اما انزل بقى بارك لهم. عن اذنك. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا أم. استغفر الله العظيم، ألف مبروك يا بنتي. مش تسمحي لي أقول لك يا أم برضه؟ يا سلام، وأنا في ديك الساعة لما يبقى عندي بنتي زيك كده في أدبك وجمالك. إيه يا أم، إيه كلام الحلو ده؟ ما تسيبي لي حاجة أقول لك. أنا أمي ماتت من زمان واتحرمت منها، بس حاسة إن ربنا عوض عليا باللي هتكون حنة عليا من أمي اللي ولدتني. يا سلام على الكلام اللي بينقشه. ولا يا سلام، انت تحط عروستك دي في عينيك
واوعى في يوم من الايام تزعلها ولا حتى تخدمها بكلمه. داني كان لساني ينقطع قبل ما يقول كلمه تزعل ست الستات كلهم. اتفضلي يا ست الكل. يلا على فين يا سمس؟ سمسم. الله، ده اسم حلو قوي. هو ده اسم الدلع اللي هتناديني بيه؟ هو، وممنوع اي حد يندهلك بيه غيري. هو حد يستجري؟ ده انا كنت اقطع لسانه من اللغلوق. الف مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك يا زينب هانم. اقدم لك ست منيره هانم. اهلا 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 يا حبيبتي، الف 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 مبروك. الله يبارك فيك يا زينب هانم. ده انا وسمسم. سمسم؟ سمس سلامه يعني. ما هو ده اسم الدلع اللي انا ناويه اناديله بيه من هنا ورايح. ابست يا سلامه بيه، من قدك بقالك اسم دلع. انا وسمسم كنا متفقين نجيلك لغايه عندك لحد اوضتك علشان نسلم عليك. فيكي الخير يا حبيبتي، ده واجب عليا عشان الناس كلها تعرف ان انا موافقه على الجوازه. تمام تمام، زي ما سمسم قال لي بالظبط. وقال لك ايه بقى سلامه؟ قال لي ان دماغك كبيره وبتخططي لكل حاجه، الصغيره قبل الكبيره، وان مخك يوزن بالا. هو سلامه كده بيحب يبالغ شويه ولا ايه يا سلام؟ بسم الله ما شاء الله، انتوا الاثنين ما تتخيروش عن بعض، عقلكم مليء بالحكمه والادب البليغ. فيك الخير يا زينب. امال يا حاجه، منيره هانم جايه عليا بيتي، لازم اكون اول واحده في استقبالها. انا جعت يا سمسم، احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ حالا اخليهم يجهزوا العشاء. ايه رايك يا زينب هانم، ما تيجي تتعشي معانا؟ لا كله براحتكم يا حبيبتي، قصدي يا عرايس. صحيح، اصل سمسم قال لي انك بتحبي تتعشى خفيف وتنامي بدري. ده واضح بقى ان هو مرسيكي على الدور كله. تمام كده يا حبيبتي، عن اذنك. يلا بينا يا سمسم. يلا يلا يا عرايس، يلا يلا. اخيرا عملتها واتجوزت تاني يا سلامة بيه. خطوة لابد منها يا ادهم باشا. لا لا لا، انت ظاهر عليك بتقلدني، انت ما صدقت انا اتجوزت من هنا وانت رحت عاملها من هنا. احنا ماشيين ورا انوار حكمة معاليك يا باشا، والقرار اللي سعادتك بتاخده اكيد قرار مدروس 100%. قوم احنا نعمل ايه بقى يا باشا؟ نقلده ونمشي على خطاه. بيني وبينك يا سلامة، أنا وإنت لازم يكون عندنا وريث يورث ده كله من بعدنا. أصل مش معقول إحنا نتعب ونشقى ويجي واحد مش من صلبنا علشان ياخد نتيجة تعبنا وشقانا. كلام سليم يا أدهم باشا، كلام سليم، ده حتى الشرع بيقول كده. أنا عن نفسي بإذن الله ناوي أخلف 5 أولاد. ربنا يديك الصحة يا باشا ويرزقك بالخلف الصالح وتشيل عيال عيالهم كمان. واحسن حاجة عملتها يا عمدة انك اخدت واحدة من الارياف مش من مصر زي الاولانية. الجديدة هتبقى واخدة على عوايدك وعارفة ازاي تتعامل معاك. من يد من عدمها يا باشا. بص يا باشا، احنا في الاول وفي الاخر فلاحين، والفلاح يا باشا ما تريحوش غير الفلاحة اللي زيه. مظبوط يا عمده، ده غير كمان ان نظره اللي متربيه في مصر والبندر لجوزها تختلف تماما عن نظره اللي متربيه في الارياف. اللي متربيه في الارياف تعرف ازاي تدي جوزها وضعه وحقه، وما بيبقاش عندها غير اهتمام واحد بس، هو جوزها وطلباته. انما بقى اللي متربيه في مصر والبندر بيبقى عندها اهتمامات تانيه كتير. افهم من كده يا سعاده الباشا انك مرتاح مع صفيه هانم؟ يا سلام يا سلام يا سلام على النعيم اللي انا عايش فيه. الحقيقه بنت مؤدبه ومطيعه، وكل همها في الحياه انها تريحني. ربنا يسعد سعادتك ويجعل ايامك كلها هنا وسرور. قادر يا كريم.
انا اصلي مسؤولياتي ومشغولياتي كتير يا عمدة، ما انت عارف، وبالتالي مش محتاج واحدة تشغلني بأمورها التافهة وتثير دايما المشاكل من حواليا علشان تظل هي محور اهتمامي، بينما المفروض انه يكون اهتمامي كله منصب على مشاكل ارضي ومشاكل العزبة ومشاكل الحزب والحياة السياسية. ربنا يعينك يا سعادة الباشا، احنا كلنا يا باشا مسؤولين من جنابك. انما بقى تعالى هنا قولي، الحرب بدأت ولا لسه؟ حرب؟ حرب ايه كفل الشر؟ حرب الزوجات يا متر، طبيعي انه لازم تقوم حرب شعواء بين القديمة والجديدة. لا يا باشا، الحرب لسه ما بدتش، والحمد لله رايات السلام ما زالت ترفرف على الأجواء السياسية، قصدي على بيتنا يعني. يبقى لازم بقى الجيوش بتحتشد وتستعد، كل جيش بيجهز الأسلحة والمعدات علشان يختار ساعة الصفر. الله، طب ما يمكن الحرب دي ما تقومش يا باشا؟ تبقى بتطلب المستحيل يا سلامة بيه، دي حرب هتحصل هتحصل لا محالة. طب يا باشا والحرب دي لازمتها ايه بس؟ هو جنابك يعني رحت اتجوزت مرة تانية وجاهة؟ لا يا باشا، انت اتجوزت عشان ممتاز هانم ربنا ما أراد لهاش انها تخلف. انت بتتكلم بمنطق ممتاز هانم لا تعترف بيه. انا عن نفسي الحرب ابتدت عندي من اول يوم. ممتاز هانم اصلها متصورة ان هي محور الحياة كلها مش السرايا بس، وعشان كده ما تحبش اي مخلوق يزحمها في مملكتها مهما كان السبب. بصير يا باشا ترفع الرايه البيضة لما صفية هانم ربنا يكرمها وتجيب لنا المولود الاول. اتمنى هذا، ولو اننا متوقع ان الحرب لسه في اولها ولسه هتشعل الاكتر. انتي بتقولي ايه يا ستي يا خرفانة؟ انتي ردي عليا بدل ما خلص عليك النهاردة. سمعيني، انت كنت بتقولي ايه دلوقتي؟ حضرتك سألتيلي انت رايحة فين، قلت لحضرتك رايحة لصفية هانم اسألها ايه الغدا النهاردة. انا غلطت في ايه يا ست هانم؟ بس غلطت في ايه؟ هو في غلط اكتر من اللي انت عملتيه ده؟ انا هقطع عيشك النهاردة، همشيكي دلوقتي حالا. انا حصل مني ايه بس؟ حصل انك غبية ما بتفهميش. لو كنت بتفهمي كنت عرفت ان العصر ده ما فيهوش غير ستة هانم واحدة بس، هي انا الوحيدة اللي امر اقول اه واقول لا، اقول ايه اللي يتعمل وايه كمان اللي ما يتعملش. انا الهانم الوحيدة اللي موجودة في القصر هنا. بس انا يا ست هانم. انت ايه؟ انت تخلصي خالص. صفية مين دي اللي رايحة تسأليها انا اكل ايه؟ القصر كله ياكل على مزاجي، بما فيهم ست صفية بتاعتك دي. صفية رايحة فين يا بنتي؟ يعني يا ماما عاجبك الكلام ده؟ سيبيها تهبهب يا صفية. يا ماما انا ما بخافش من حد، انا مش ممكن اسمع اهانتي بوداني واقعد ساكتة. يا بنتي اسمعي كلامي، ما تعمليش مشاكل. انا اسمك يا ماما. هي كلمة واحدة تاخدي حسابك وتمشي، مش عايزة اشوف وشك تاني. ممتاز هانم في ايه؟ انت سمعتي انا قلت ايه ولا لا؟ خدي حسابك وامشي. اظن مش من اللياقة ان حضرتك ما ترديش على اللي بيكلمك. عايزة ايه انت كمان؟ انا بسأل حضرتك، حضرتك بتزعقي ليه؟ مش شغلك. انا ما احبش حد يتدخل بيني وبين الشغالين بتوعي، وخصوصا انت. بس الموضوع ده يخصني انا يا ممتاز. يخصك؟ انت الظاهر عايشه في الوهم. اصحي يا ماما، انت ما فيش حاجه في القصر اصلا تخصك. خلاص يا هانم حصل خير. اسكت يا دادا، خلي كل واحد بقى يعرف حجمه ويلزم مكانه، وخصوصا الست دي. انا اسمي صفية عبد العزيز، حرم ادهم باشا محمد، وعارفه وضعي ومكاني كويس قوي.
واضح انك مش عارفه لا حجمك ولا حتى مكانك. اوعي تكوني فاكره ان انت مرات ادهم باشا بحقه حقيقي. امال انا مين يا ممتاز هانم؟ فكري انت مين وجايه منين وانت تعرفي وضعك الحقيقي. وعلى فكره انا مش خايفه حتى لو رحت اشتكيتي لادهم باشا شخصيا. انا مش ضعيفه عشان اشتكي، واعرف اخد حقي بنفسي كويس قوي كده. خلاص بكره نتفرج عليكي وانتي خارجه من القصر مطروده. ايه رايك في اللي عملته فيها يا دادا؟ والله يا بنتي ما انا عارفه اقول لك ايه، بس انا شايفه انك زودتيها شويتين. وهي لسه شافت حاجه مني هخليها تندم على اليوم اللي دخلت فيه هنا. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام يا خواجه، يلزم خدمه؟ ده انت اللي خواجه يا سلطان. سلامة بيه؟ ايه؟ انت عامل في نفسك كده ليه؟ الحكومة بتراقبك ولا ايه؟ السلامة بيه اللي الحكومة تراقبه يا سلطان. الله، امال عامل في نفسك خواجة ليه يا استاذ؟ احنا زمان كنا بنتقابل في الجبل في المغارة، يعني ما كانش حد بيشوفنا. لكن دلوقتي نتقابل على قهوة وفي المركز، يعني ممكن أي حد من فلاحين العزبة يشوفني وأني قاعد مع سلطان وتبقى مشكلة والدنيا ملبخة وأنا مش ناقص مشاكل يا سلطان. أستاذ طول عمرك أستاذ. ها طب أخبار الجواز يا أستاذ؟ جواز؟ إحنا هنعمل زي أدهم باشا ولا إيه؟ اللي شاغل نفسه بحريمه والحرب الأيدة بينهم وسايب الدنيا تضرب تقلب. يعني انت بتعمل برضو زيه يا استاذ؟ لا انا بخلي بالي بس عشان اتدخل في الوقت المناسب، انما دي تكد لي دي ودي تخطط لي الا هي ولاعهم مجوز. مهم خلينا في شغلنا. الواد صديق تعبنا يا استاذ ومش عارف امسكه منين. صديق حالته صعبة اليومين دول، بيحارب قوة أكبر منه وهو لا حول ولا قوة. طمع ملأ قلبه أستاذ، كل يوم والتاني عايز فلوس عايز فلوس، وكل شوية عايز يرفع النسبة بتاعته قصاد تخزين البضاعة في المنحل وتوزيعها على التجار. معلش يا سلطان طول بالك عليه شوية، الولد ايه فاهم انه ماسكنا من ايدنا اللي بتوجعني، قال يعني عشان بيخزن لنا البضاعة. لكن هو اللي رجله جت في الخي وإيديه تحت ترسيني. احنا ممكن بمهموس صغير ورقة صغيرة كده نبعتها لمكتب مكافحة المخدرات، نقول فيه ان الولا صديق بيخزن بلاوي في منحل أدهم باشا. الولا دي ملوش دي ومفيش خوف منه، اديله اللي هو عايزه يا سلطان اديهوله. هو يعني هو راجل من رجالتني، وانا وانت بنكسب مش عيب ان واحد مننا برضه يعني يكسب زينا. طب واذا كان بيحفر ورايا وعايز يعرف انا بجيب البضاعه منين؟ لا الا دي يا سلطان، ده خط احمر وانا عايزه دايما بعيد عن الخط ده. مش عايز يبطل يسالني على الراجل الكبير اللي بيمولنا. خوفه قول له قوله ان الراجل الكبير عظمته ناشفه وكلمته نافده وخطر عليه حتى لو عرف هو مين. انا عارف غرضه من السؤال يا استاذ. يلا هو عايز يوصل للراجل الكبير عشان يقدر يحل محل عنده وياخد البضاعه طوالي. لا الفلوس ممكن تعبيه بطمع، بعدين هو مش عايز يحل محلك وجاه. لا ده طمعان في اللي انت بتكسبه.
على العموم احنا لحد دلوقتي احنا مستفيدين منه اكتر ما هو مستفيد مننا. بس خلي بالك يا سلطان، كل ما الشغل يكتر كل ما صديق يطلب بضاعه اكتر، كل ما البوليس ياخد باله مننا. فهمه كده. ده ان كان عليها استاذ عايز طن بحاله. ايوه ايوه، عشان هو يكسب فلوس واحنا الحكومه تاخد بالها مننا ونروح في ابو نيكلي. واكيد الولا صديق ده عامل حسابه لما تقع انت ورجالتك في ايدين الحكومه نطلع منها زي الشعره من العجينه. لكن ده بعده، انا واخد بالي منه كويس قوي واقدر اضيعه في ثانيه. على بيا عين العنب، على بيا عين العنب، على بيا. افتح يا سمسم. لا مؤاخذه يا ستان، هو انت امال سي سلامه فين؟ جناب العمده لسه ما جاش لغايه دلوقتي، وانا جيت عشان خاطر اسال يا بنت. خلصي، هو انا فاضيه للمسايره بتاعتك دي؟ عاوزه ايه؟ كنت عايزه اسال حضرتك على الغدا. غدا ايه يا حبيبتي واحنا لسه 12 الظهر؟ قصدي يعني هنعمل ايه على الغدا، لحوم ولا طيور؟ ان شاء الله تعملوا طوب حتى، واني مالي؟ مش واجب عليا برضو اسال ست الستات؟ لا يا حبيبتي، ست الستات ملهاش دعوه بالغدا ولا بالعشاء. ابقي روحي اسالي الست زينب هاني. ما انا سالتها وقالت لي برضو ماليش دعوه، اسالي منيره هاني. بقى هي قالت لك كده؟ قصدها ايه يعني؟ ترمي حمل البيت ده كله على كتافي وهي تفضل شغل المكتب ومشاوير مصر يوماتي؟ مالك يا منيره هاني؟ زعقي الشغاله الغلبانه دي ليه؟ اطلعي بره دلوقتي. حاضر. ما بقاش في حد غلبان الزمان ده يا زينب هاني. عملت لك ايه وانا كسر لك دماغها وخليها لك تمشي على العجين ما تلخبطوش؟ يا سلام، ودي تطلع ايه بقى علشان ادور على حد يكسر لها دماغها؟ اني اقدر يا حبيبتي باشاره من صباعي الصغير ده اقطعها حتت. قال ايه داخله عليا وتسالني نعمل غدا ايه، وتكذب وتقول لي ست زينب هانم هي اللي بتسالني. البنت ما كدبتش يا منيره هانم، انا قلت لها كده. وتدخليني اني في الاكل والغدا ليه؟ اني مش جايه هنا علشان اطبخ واعجن. اصلي شايفاكي يا حبيبتي حاطه ايديكي في الميه البارده وراميه الحمل كله عليا انا. ما هو شيء طبيعي، انت اللي عايزه تعملي ست البيت وريسه على الكل. خلاص يبقى البيت ده مسؤوليتك انت لوحدك. لا يا منيرة هانم يا حبيبتي، الراجل اللي في البيت ده عاوز لما يرجع يلاقي لقمة يتغدى بيها، وزي ما هو جوزي هو جوزك، والمسؤولية هنا لازم تتقسم عليا وعليكي. متأسفة قوي يا حبيبتي، أنا شرطة على سمسم لما جه يطلب إيدي إني جاية هنا هانم زي ما كنت في بيت أخويا هانم. الغسيل والطبيخ والعجين له ناسه. خلي بالك أنت كده بتغلطي فيا يا منيرة هانم، انا كمان هانم وبنت ناس، وعندنا في مصر لا في خبيز ولا في عجين، الحاجات دي تعرفوها انتوا يا بتوع الارياف، عشان كده يا حبيبتي ملزومه منك. لا يا حبيبتي، انا ما حدش يلزمني بحاجه الا سمسم جوزي، واللي يامرني بيه لازم انا انفذه. اتعاوني معايا احسن يا حبيبتي، بلاش نعمل مشكله عشان المركب تمشي. تمشي ولا تغرق، انا مركبي ماشيه وفارده قلوعها، وسمسم راضي بيا واني راضيه بيه، يبقى خلاص. طب لما يجي بقى سلامة نبقى نشوف لنا حل في الموضوع ده. أما نشوف. وبكرة يوم 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 تاني يجي في ثواني بالأغاني والأماني الحياة طلع بفجر جديد، طلع بفجر جديد، طلع بفجر جديد. وهو بكرة يوم عالبلاد الحب او حالي تتبدل احوالي نبقى سوا.
الأمس ولا وهلا شمس الحياة طلّى بفجر جديد